عمل في كل المجالات اللي احنا بنشتغل فيها بالنسبه لهذه اللجنه، بتشمل الصناعه، بتشمل التجاره، بتشمل الزراعه، بتشمل الزراعه، بتشمل حاجات كتيره جدا. فاحنا اتكلمنا في تفاصيل كل المشروعات، واتكلمنا بالذات بخصوص المنطقه الصناعيه المصنع انشائها، وكلمنا في بعض المشروعات اللي تتم دراسه الجدوى ليها في هذه المنطقه، وبعض الاستثمارات المسيئه اللي احنا النهارده يمكن شاهدنا تطبيع واحد منها. تحدثنا برضه على حرب الموارد طبعا بالنسبه للانتهاء من كل الاعمال والبنيه اللي هنبدا التنفيذ.